تابعي مشوارنا معكم على هواء إذاعة بانوراما أفهم مع برنامج Money Matters. التنبؤ هو توقع الشيء وأعداد العدة للتعامل معه، لذلك يمكن وصفه بأنه حالة انتقالية من عدم اليقين إلى اليقين، وذلك عن طريق البحث والتحليل. إذ دون إدارة المستقبل تصبح عملية التنبؤ مجرد انتظار لوقع المستقبل التي من المحتمل أن تخالف أي توقع. وتعاد عملية التنبؤ بالطلب بأن عملية تحديد المستوى المتوقع للطلب على سلع المنظمة وخدماتها لفترة زمنية محددة. هذا هو جزء من مقال ضيفتنا اليوم الأستاذة جوري البلادي، باحثة دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط في جامعة أم القرى، وعضو في جمعية الاقتصاد السعودية والجمعية السعودية للعلوم الرياضية بجامعة الملك سعود، وكاتبة أيضا في صحيفة مال وكذلك عكاظ. أهلا وسهلا فيك أستاذة جوري. يا أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة، تحت الفرصة لي، وأتمنى أن أقدم ما هو مفيد إن شاء الله يا رب. بداية حكينا عن التنبؤ، وهون بالتحديد عم نحكي عن التنبؤ الاقتصادي، ما المقصود بهالموضوع؟ التنبؤ الاقتصادي هو عبارة عن تقنية تقوم على استخدام البيانات. هذه البيانات متوفرة لدى المنظمة أو المنشأة أو المصنع. طبعا هذه البيانات تستخدم كمدخلات للقيام بتقديرات تنبؤية تعمل على تحديد الاتجاهات المستقبلية. مثال على ذلك اللي هو التخطيط للنفقات المتوقعة لفترة زمنية معينة. نعم، ما مدى أهميته في زيادة الإنتاجية الاقتصادية والتقليل من الهدر؟ التنبؤ يعتبر مهم في التخطيط لكافة الإدارات سواء اقتصادية أو غير ذلك. أيضا عن طريق التنبؤ يتم معرفة الإيرادات المتوقعة للمنظمة، كذلك يعتبر أساسي في اتخاذ القرارات التسويقية. نعم. مثل ترويج المنتجات، توزيعها أو تسعيرها، إضافة إلى ذلك تحديد تكاليف الإنتاج، توزيع النفقات. طبعا هذا كله بيتم على أساس المقدرة المالية للمنظمة. نعم. كذلك هو مهم في عملية التوازن ما بين طلب المستهلكين وعرض المنتجين. لذلك لابد من التعرف على حجم الطلب المتوقع، بالتالي إخبار إدارة الإنتاج بالكمية المراد إنتاجها لتسويقها بالأسعار المناسبة في الوقت الملائم. كذلك تعود أهمية أيضا في إعداد جداول الإنتاج، تقدير الاحتياجات من أيدي العاملة، كذلك الاحتياجات المالية، عمل الجدوى الاقتصادية لتحديد أرباح. طبعا ما ننسى أنه الهدف الرئيسي لأي إدارة هو تحقيق الكفاءة الإنتاجية. هذه الكفاءة الإنتاجية كيف تتحقق؟ تتحقق من خلال الاستخدام الأمثل للموارد. ذلك عندما تتمكن المؤسسة أو المنظمات من تحقيق أكبر قدر من الإنتاج بقدر أقل من تكلفة المدخلات. بالتالي بيكون عندنا تقليل من الهدر. هذه العملية مرتبطة بشكل كبير بموضوع التنبؤ المستقبلي. نعم. طيب ليش بزداد أهمية التنبؤ في المنظمات بصفة عامة؟ ليه مهم هذا الموضوع بصفة عامة؟ تزداد أهمية التنبؤ في المنظمات لأنه عندما يتم اتخاذ أي قرار إداري لابد أن يبنى هذا القرار على أسس علمية. نعم. وعلى معلومات وأرقام صحيحة وأرقام. صح؟ إيه طبعا. نعم. بيانات. نعم. على بيانات صحيحة وأسس علمية ومعلومات صحيحة، لذلك تظهر أهمية التنبؤ في توفير معلومات مهمة لصنع القرارات. ممكن أذكر لك مثال في التسويق. تعتمد القرارات بشكل أساسي على التنبؤات لحجم وخصائص السوق، مثل التعرف على اتجاه الأسعار في المدى الطويل، كذلك تطور المنتجات الجديدة. كذلك في الإنتاج نحتاج التنبؤ، يعتبر ضروري جدا في قطاع المبيعات لكل منتج، وكذلك مهم في الإنتاج في التعرف على الحاجة إلى المواد الأولية، كذلك اتجاه تكاليف اليد العاملة والحاجة للصيانة وإمكانيات الإنتاج. نعم. يعني باختصار التنبؤ يعتبر مساعد حقيقي للمجال المالي والمحاسبي. نعم. من أجل تقدير الحاجة للسيولة والتحقق من مدى استعمالها، وكذلك تحديد وتيرة
النفقات والإيرادات. نعم. طيب ما هي أساليب التنبؤ الاقتصادي الفاعلة؟ بالنسبة لأساليب التنبؤ، هناك العديد من النماذج الرياضية والأساليب لعملية التنبؤ. أبرز هذه الأساليب اللي هو النماذج الثلاثة الثمانية، وتكلمت عنه بطريقة مختصرة جدا في المقال، وكذلك نماذج الانحدار الخطي والأساليب النوعية. الأساليب النوعية تستخدم في حال إنه في المنتج يعني بعض الأمور ما يكون فيها بيانات، أو لا يوجد تاريخ للبيانات، ففي هذه الحالة أستخدم اللي هو الأساليب النوعية، مثل استطلاع آراء المستهلكين أو أسلوب لجنة الخبراء. طيب أستاذة جوري، من يقود هيدي عملية التنبؤ الاقتصادي؟ هل هي مثلا قسم المحاسبة المالية؟ قسم المحاسبة؟ جميل. غالبا يقوم فيها متخصصين في الإحصاء، أو الأوبريشن ريسيرش. هي جهة خارجية بتعامل معها بفترة معينة، ولا هو تخصص معين؟ Operation Research. هو جزء من يعني البرامج اللي تستخدم فيها. جزء من دراسة Operation Research. في بعض الجامعات ممكن يدرسوها جزء من الإحصاء، أو في بس هل هيدا الديبارتمنت موجود بكل الشركات الكبرى، Operation Research؟ أتوقع، لأنه شيء جدا ضروري. لكن في بعض المنظمات ما يكون عندها، يعني بالذات المنظمات الحديثة، يعني ما يكون عندهم خلفية عن الموضوع، أو الصغيرة أو المنشآت الصغيرة. أو الصغيرة، صح. تمام. طيب، رؤية المملكة 2030 يعني تحدثت بموضوع التحفيز والتنبؤ ببدائل استراتيجية للدولة وتنفيذ خطط مستقبلية. كيف بتشوفي هالموضوع أو هالتحفيزات يلي دخلت فيه أو تحدثت عنها الرؤية؟ رؤية المملكة 2030 هي رؤية تطويرية شاملة بعيدة المدى. طبعا هذه الرؤية تعبر عن أهدافنا وآمالنا المستقبلية، نستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة الوطني. هي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة، ومنهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في وطني، من أجل بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. طبعا تم إعداد برامج الرؤية الوطنية بناء على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، وذلك من خلال تحديد طرق لتحقيق المجتمع أهدافه، مع الأخذ في الاعتبار الموافقات والفرص والموارد وكذلك الإمكانات، مع تحديد الرؤية المستقبلية ووضع أهداف مرحلية وتطلعات مستقبلية. نعم، أنا بدي أشكرك لوجودك معنا، موضوع جدا مهم لجميع المنشآت، خاصة اللي حابة تستمر وما تتعرض لانتكاسات، إذا فينا نقول بداخلها انتكاسات مالية. فهذا الموضوع مهم إنه الواحد مثل ما ذكرت حضرتك يكون في operation research أو شيء يعتمد عليه ليشوف المستقبل كيف رح يكون بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، بعد أربع سنين، ويمنع الهدر داخل المؤسسة ويعمل يعني دراسات حول هذا الموضوع. أنا بدي أتشكرك حضرتك منذكر عضو في جمعية الاقتصاد السعودية وجمعية السعودية وباحثة دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط في جامعة أم القرى الأستاذة جوري البلادي. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. ميرسي. ناخد فاصل مع أغنية ونرجع.